بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، صدق الله العظيم. إحنا مأمورين إن إحنا نسأل في كل العلوم، علوم الدنيوية أو علوم الدين أو أي علم مهما كان، سواء كان في الطب في الهندسة أو غيره، لازم نسأل. مش أي حد يقولنا حاجة نعملها، ممكن نأذي نفسنا نأذي صحتنا. مساء الصحة ومساء الجمال، مساء النور والخير، مساء الورد على كل مشاهدينا في كل مكان. اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم برنامج الحياه كفاح. النهارده حلقتي طبيه تهم كل النساء بشكل عام والفتيات. هنتكلم عن علاقه الفتاه قبل ما تبقى مدام تتجوز بدكتور النساء، دي حاجه مهمه. هنتكلم على خرافات الحمل، هنتكلم على حاجات كتيره قوي تخصكم كسيدات. بس في بداية الحلقة أحب أرحب بضيفتي اللي نورتني وشرفتني النهاردة، دكتورة ندى نبيل، باحثة ماجستير بالقصر العيني، ودكتور تخصصها نساء وتوليد وتأخر الإنجاب والعقم، حاجات كتيرة يا دكتور. بالمستشفى التخصصي في حاجات كتيرة، صحيح، المستشفى التخصصي ببني سويف. بالظبط كده، نورتيني وشرفتيني في الحياة كفاح النهارده. الله يخليكي، شاكرة جدا تقديم الجميلة دي. ربنا يبارك فيك. عندنا ثقافة نبدأها كده الأول بالبنت. يعني أنا مثلا بنت، لا أنا ما أروحش لدكتورة النساء، هتروح دكتورة النساء دي ماما، أو لدكتور النساء ماما، لكن أنا ما ينفعش إن أروح. صحيح، كلميني كده على الثقافة دي. و للأسف الثقافة دي بقت منتشرة، وهي مش بقت، هي من زمان من زمان عندنا البنت تراث تقليدي من زمان. يعني ايه بنت تروح لدكتورة نساء؟ لدرجة ان كان بيجيلي في العيادة مثلا سيدة كبيرة في السن ومعاها بنوتتها، وقطع كشف على انها هي لا تكشف، يعني اسم المدام، اسم المدام والسن حاجة و40 حاجة و50 كده، وبنوتتها صغيرة وداخلة تكشف، هي يا مدام في ايه؟ لا ده بنتي بنتي، وبصوت واطي كده، عارف اللي هو اكن حاجه عيب، كان حاجه عيب. طب هو عيب ايه العيب في ان بنت؟ هل امراض النساء مقتضيه على النساء الست المتزوجه؟ لا طبعا، مش الست المتزوجه بس، في امراض نساء بتصيب الفتيات الصغيرين زي الالتهابات، التهابات المهبليه دي ليها يعني اسباب كتيره ومختلفة. طيب، بالنسبة للبنت بس ممكن تبقى مناعتها ضعيفة، ممكن تبقى عندها أنيميا، ممكن تكون لسه مش فاهمة أصول النظافة الشخصية، مش فاهمة لسه بنت صغيرة. طيب، إن أنا مفروض يبقى ملابستني قطنية وأغيرها باستمرار، فتصيب التهابات مهبلية. الالتهابات دي لو ما تعالجتش صح ممكن تسبب لمشاكل اخرى كبيره جدا في المستقبل بقى بعد ما تتجوز، ممكن يبقى ليها تاثير سلبي عليها. صحيح، ممكن تعمل التصاقات، ممكن تعمل التصاق في وانسداد في قنوات فالو، ممكن تعمل التصاقات في الموبايل، ممكن تعمل مشاكل كبيره. طب انا ملحقها بدري، ملحق الدنيا بدري ليه؟ حته ان انا لا بنت ما تقربش، ما تهوبش لعياده طبيب النساء. بس دي فعلا ثقافه واحنا طلعنا عليها. صحيح، للاسف ان ماما اللي تروح لدكتور النساء او دكتوره النساء، لكن بالزبط. انا ما اروحش، انا كبنوته ما اروحش، انا ما عنديش حاجه. في طبعا في غير الالتهابات، طيب في تكيسات مبايض، في تكيسات مبايض دي بتحصل في السن الصغير عادي. طيب انا لو ما اكتشفتش ده بدري وسبت البنت تعاني من الام في الجنب اليمين وفي الجنب الشمال، وساعه قرب الميعاد الدوره الشهريه بتاعتها تعاني من الام مبرحه، خدي مسكن يا حبيبتي. حبيبتي طب ما طب اكشفي لها الاول، مش يمكن في مشكله اصلا؟ كتر المسكنات دي يا دكتور بيبقى بيدي تاثير بعد كده سلبي على الكلى مثلا. بالظبط، الكلى بتضرر، مش انا المسكنات الكتير، بالمسكنات الكتير. طب انا مش هفهم في الاول سبب الالام، مش ممكن تبقى الام تنشيط تبويض، ممكن يبقى مش تنشيط. صحيح، ممكن يبقى في تكيس وانا ما اعرفش. طب مش هل ده يستحق ويبقى اولى ان انا اودي بنوتي تطمن بالسونار وتكشف سونار بطني واطمن عليها هل في تكيسات فعلا ولا ما فيش؟ ما ينفعش. فدي ثقافه طبعا، يعني طبعا لازم يروح لدكتور نساء طبعا، محتاجه تتغير جدا. يعني اللي ممكن ياثر عليها بعد كده ممكن ما تبقى عقيم مثلا، لو الكيس ده مثلا لو انا ما عجلتوش بدري بالادويه هيكبر. طيب لما يكبر تدخله ايه؟ جراحي. يبقى انا دخلتها في عمليه جراحيه، العمليه الجراحيه دي يا تنجح في استئصال الكيس يا اما استأصل المبيض بالكيس، البنت ممكن يبقى عندها فرصه الخلفه اقل. خلاص، يبقى انا كده بودي بنتي في داهيه وانا مش فاهمه، عشان يعني ابائنا علمونا السابقون
انه لا البنت ما تهوبش لعياده النساء، ودي طبعا فكره خاطئه جدا. طب في كمان حاجه تاني، طبعا اهالينا طبعا في الريف، اها فعايزين الواحده معلش حرفيا تتجوز النهارده بعد 9 شهور يبقى معاها ابنها وبنتها. يعني ايه بيعدلهم رايك؟ اليوم كده والساعه والتاريخ. بجد يعني هو عايزين هيجوزها النهارده في 9 شهور يبقى في بيبي. طب ازاي؟ ولو اتاخرت وبعدين بيبقى في في ضغط حالات نفسي صحيح. على يمكن على الست اكتر من الراجل، يعني على الزوجه اكتر من الزوج في طبعا حكايه الخلفه دي. صحيح. انت ما خلفتيش، مش حاجه جايه في الطريق. واخرتي ليه وهي لسه متجوزه الشهر اللي فات مثلا؟ اه يعني تمام انت فعلا. اخرتي ليه؟ انت دلوقتي لسه مش حامل انت لسه ليه؟ ربنا ما عطاكيش بالبلدي كده صحيح بالمعنى البلدي. صحيح. طب يعني حضرتك كلمينا في الموضوع ده، لا يعني امتى انا الجا مثلا انا اتجوزت بعد قد ايه ممكن افكر اروح لدكتور نساء او دكتوره نساء بالظبط. واقول لها انا مثلا عايزه اخلف؟ لو انا ما خلفتش الفتره قد ايه؟ تمام. هو طبعا حته الفتره قد ايه، في ناس طبعا بتستعجل زي ما قلت، يعني الاقي ناس جايه لي متجوزه من الشهر اللي فات وجايه لي معلش يا دكتوره اصل ما حصلش حاجه من الشهر اللي فات. فانتوا لسه متجوزين ودي اول دوره تعدي يعني من الموضوع، والحمل اصلا بيحصل صدفه، التخصيب للبويضه ده بيحصل صدفه بحته، فانت مستعجل على ايه وهي مستعجله على ايه؟ غير الضغط العصبي اللي انتوا حاطين نفسكم فيه، وانه الاهل كمان بيساعدوا عليه. يا دكتور هو اصلا وهي ما بيبقاش فيه ضغط عصبي، الضغط هم العصبي من بره ومن جوه من بيلاقوا كل ان حته. مثلا ان خلفتهم دي او ان هي حامل ده مطلب شعبي، بالظبط. ده والدتها بقى بره ده ووالدته مش اللي وباباها، يعني صحيح تبقى الدنيا بجد والله بالظبط. بتبقى فعلا صعبه على الواحده بالذات. يمكن ده راجل يعني ممكن لو صحيح ما خلفتش ممكن يتجوز عليها ايوه بجد، بالظبط لكن هي بيحصل. الواحده فعلا بيبقى عليها ضغط نفسي كبير وده بيبقى سبب لتاخر الحمل كمان. طبعا. ليه؟ الاسترس اللي انا قلقانه مفيش حمل، هو انا مش حامل ولا ايه؟ طب هو انا عندي حاجه؟ طب انا ما عنديش حاجه. الاسترس بيطلع هرمونات التوتر في الجسم ده بتمنع تحذير يا الحمل. جماعه من دكتوره ندى صحيح. ان فعلا اللي بيتوتر هو بيأخر والضغط اصلا. النفسي والعصبي اللي بنحط نفسنا بيه بسبب مثلا ان انا لسه متجوزه جديد ايوه وربنا ما عطانيش او مش بخلف دلوقتي ايوه ده بيأخر الحمل. ده حقيقي، ده حاجه بتأخر الحمل، لان يعني كده بحط نفسي في مشكله تانية، ما بقاش عندي اي مشاكل وهرمون التوتر اللي موجود عندي على طول وفكري شغال مش حامل ليه؟ اكيد في حاجه عندي، طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هرمون التوتر ده بيمنع الحمل لوحده. تمام. طب كمان في حاجه تاني، إيه مثلا لما بتيجي البيريود او الدوره الشهريه مثلا للبنت او للست تمام في مثلا الم شديد، هل بتنصحيهم بايه؟ يعني يشربوا ايه في الوقت ده؟ ياكلوا ايه في الوقت ده؟ تمام يتعاملوا مع المسكنات ازاي؟ ايوه بصي، هو في حاجه كده اسمها علميه اسمها بريم نسترال سندروم. يعني ايه بريم نسترال سندروم؟ يعني اعراض ما قبل الدوره، ودي بتيجي لكل سيدات حوائج. تمام. الاعراض دي بتختلف من حد للتاني، في ناس بتبقى ما بيحسوش بحاجه عادي جدا، وفي ناس بتتطور معاهم الاعراض بتبقى شديده، يعني ممكن يضطر ان هو ينزل المستشفى ياخدوا حقنه مسكنه. فبتسال كتير، طب احنا لما ناخد حاجه ده ياثر على الخلفه؟ لا ما بتاثرش على الخلفه في اي حاجه، كل الحاجات دي عاديه، بس الحته في ايه؟ ان انا احافظ على نفسي زي ما قلتي في الاول كده، الكلى يعني مثلا ما اخدش ما في مسكنات افراط، عمال ما بالظبط اخدش المسكنات بافراط. بافراط، هي المسكنات اصلا ما لهاش دعوه بموضوع الخلفه تمام. والحمل، لكن ما اخدهاش بافراط عشان صحتي الجسمانيه وعشان الكلى. لكن ممكن بقى اخد بقى فيه تعويضات طبيعيه اللي هو يعني الطب يشربوا ايه البديل، مثلا في وقت الدورة المشروبات اللي الشهرية؟ هي فيها حاجات مريحه وفيها هرمونات انثويه زي اليانسون، القرفه، الشاي الاخضر، الكركديه، الحاجات اللي هي الجميله دي، نعناع. النعناع المهدئ الاعصاب، لبن بالكاكاو، الحاجات دي كلها سخنه دافيه بتجري الدوره الدمويه وبتريح الاعصاب وبتقلل التوتر طب ياكلوا ايه بقى والتعب. خلال برضو الدورة الشهرية؟ يفضل يبقى اكل خفيف ما يبقاش فيه عسر هضم، لان عسر الهضم منطقه البطن دي فيها 3 اعضاء ورا بعض، المثانه، الرحم، القولون، الثلاثه ورا بعض، اي مشكله في ال3 اعضاء دول هيسمع فين؟ في البطن. فانا بطني مش مستحمله انام الدوره الشهريه اصلا، كمان هزود لها عسر الهضم فلاقي نفسي تعبانه جدا. فناكل حاجه خفيفه هضمها سهل، توابلها قليله، امنع بقى، مش هقول لك امنع، اخفف الكافيين، الشاي، القهوه، الحاجات دي لانها برضو بتزود الالم شويه، فابتدي تمام. اقلل شويه من الحاجات دي بس وخلاص. طيب حضرتك انتشرت في السنين الاخيره دي ما كناش نسمع قبل كده عن ولاده بدون الم، حقيقي. فقبل ولاده بدون الم عايز اعرف من حضرتك ونرجع تاني للنقطه دي، بس اعرف الاول انا مثلا واحده حامل او اي سيده حامل دلوقتي، مين اللي بيحدد الولاده الطبيعيه ليها او الولاده القيصريه؟ تمام. طبعا التحديد الاول والاخير للطبيب،
ولازم يعني المريض يفهم ده كويس. طب ممكن اقول طب حاجه بس؟ يعني حاجه بسمعها كتير قوي، طبعا. يعني اهلنا برضو بيقولوا، يعني بيقولوا ايه، الدكاتره دلوقتي بتستسهل، احنا كنا زمان كلنا بنقول الطبيعي، ايوه اشمعنى دلوقتي كله فتح 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 بطريقتهم. صح، ده حقيقي، والكلام ده متدارج جدا يعني. بصي هي المشكله في ايه؟ انه دلوقتي يعني تجيلي ايه الفرق مثلا بين زمان ان انا بقول ان يعني مثلا كل السيدات بتقول ايوه الطبيعي، ودلوقتي لا، في قيصري كتير قوي، في كتير طبيعي وفي قيصري، بس بالظبط القيصري بقى اكتر. بقى ايه السبب اكتر. في كده ويرجع لايه؟ عايزه اقول لك افاجئك، الموضوع ان الموضوع مش من الطبيب، هو جاي من المريض. بتجيلي حوامل كتير، بتيجي مثلا هي كانت متابعه الحمل وجايه بقى تولد، تمام، جايه بقى تولد هي في التاسع مثلا، واول مره تخلف بكريه، ما خلفتش قبل كده، جايه تقولي بصي بقى انا مش عايزه اشوف ولا طلقه، ولديني طبيعي قيصري عشان انا مش عايزه احس بالم الطبيعي ده خالص. طب تمام. انت يا بنتي فهمتي الاول انت يعني داخله على ايه؟ انت لسه ما تعرفيش الولاده الطبيعي ايه والقيصري ايه، ليه الاختيار انه لا اصل انا مش هحس حاجه؟ لا طب ما برضو الالام، في الام قيصريه بعد، والام الولاده الطبيعي دي اثناء، ولما البيبي يطلع خلاص خلصنا الحمد لله تمام. قلنا بالسلام. فحته انه دلوقتي بقى المريض هو اللي يجي يصمم، انا المفروض دوري كطبيب يقتضي ان انا افهمه حبيبتي الموضوع كله، الم الطلق ده الم تقدري تتحمليه، دي طبيعه ربنا خلقها، ومفيش زي الطبيعي، ان اكيد اكيد يعني مش يا اللي ريت تبقى ربنا رحمته خلقه. ويا رخله لحضرتك العياده، بتقول هي لحضرتك واخده انا عايزه، قرار، هي واخده واخده قرار قرار، انا وجايه جايه اولد تنفذه، قيصري. بتبلغك بيه بس بس انا جايه عايزه اولد قيصري. بس طبعا دوري انا كطبيب مش ان انا امشي وراه وخلاص، لا حاجه، بشوف الصح فين. بالظبط افهمها قيصري ايه والطبيعي ايه، وان الحاجه اللي هي خايفه منها قوي دي مش زي ما هي متهيئ لها انها خايفه منها، وانها المها مستحيل اقدر استحمله، ده انا هموت لو ولدتيني طبيعي هموت. الموضوع مش كده خالص طبعا، طيب بالعكس ولاده يعني. بدون الم ممكن تكلميني عليها؟ طبعا يعني اكيد مثلا بتبقى في ولاده بدون الم، طبيعي وقيصري، بالظبط كده، طب كلميني على الاثنين. تمام. الولاده القيصري دلوقتي بقت مش بدون الم عشان حقنه الاسباينال اللي احنا بنديها في الظهر، ما بتحسيش بحاجه طول العمليه، بس دلوقتي في كمان ده الجديد بقى، الابحاث الجديده اللي نازله انه في دلوقتي حقنه اللي هي بتتاخد في عضلات البطن الاماميه اثناء يعني العمليه وشغاله، وقت الولادة يعني، سواء بالظبط قيصري أو طبيعي قيصري، واحنا فاتحين في في القيصري القيصرية. بالظبط بنخدر عضلات البطن الاماميه، دكتور طبيب التخدير اللي مع طبيب النساء بيقوم بتخدير عضلات البطن الاماميه بتقنيه اسمها تاب بلوك. تاب بلوك ده اختصار لترانزفيرس ابدومينس بلين. يعني ايه تاب بلوك؟ يعني انا بقفل العصب المغذي لعضلات البطن. فباجي تمام. بقى بقوم ده بيمنعني ايه بقى بعد القيصريه، او الامه او الضحكه او العطسه او الكحه، طبعا دي بتبقى المها مبرحه، ما بتحسيش كل ده خالص، بتفضلي يوم كامل اول مره تقومي قايمه عادي، قايمه تقضي شغلك في بيتك، بتهتمي بالطفل اللي انت خلفتيه وترضعيه من غير الام، من غير كل اللي انت بتحسيه ده. طيب لو انا برضو عندي في حاجه اسمها بين سريشود، يعني ايه بين سريشود؟ ايه يا دكتور؟ درجه تحمل الالم، درجة التحمل الألم دي بتختلف من حد للتاني، في ناس البين ثريشولد بتاعهم عالي يعني بيتحملوا الألم، في ناس صحيح. البين ثريشولد منخفض، يعني أقل حاجة بتوجعهم هم عارفين نفسهم، يعني دي طبيعة ربانية مش حكاية إنه بيتدلعوا والكلام، لأ هي طبيعتها ربنا خلقها ايوه، كده كل واحد ليه طاقة بالظبط، في قوة هي التحمل بتاعته. بالظبط دي قوة تحملها كده، أنا عارفة نفسي إني حتى بعد العملية وحتى لو خدت التاب بلوك لأ هقعد يومين ثلاثة مش قادرة أعمل أي حاجة. في تقنية تانية اسمها البي سي اي اللي هي اختصار البيشن كنترول انالجيزيا، يعني ايه بيشن كنترول؟ يعني انا المريض اللي بيتحكم في تحكم. الالم، بركب لك جهاز كده في كانيولا في ايدك عادي جدا، الجهاز ده مظبوط ده في طبيب، الطبيعي، ده في القيصريه، كده في القيصرية كله كان الجهاز ده انت قيصري. بتولدي قيصري تروحي المستشفى تاخدي الجهاز ده معاكي للمستشفى، تمام. تمام. الجهاز ده بيتركب هنا في الايد، بيبقى محطوط كده فيه توليفه تخديريه حلوه قوي، كل ما تحسي بالالم بتدوسي ما بتحسيش بحاجه، فانت تمام. طيب. كمريضه اللي بتتحكمي في درجه الالم، ودي صحيح. وفي منها بتبقى 24 ساعه وفي منها بتمتد ل 72 ساعه كمان، بيبقى طبعا طبيب التخدير بيقول لك انت حابه بتبقي عايزه ال 24 ساعه ولا انت عارفه نفسك ما بتتحمليش الالم ابدا، فانت عايزه كمان اللي هي 72 ساعه، 72. تمام. طب على فرض انا جبت اللي هو الجهاز ال 24 ساعه وعايزه اكمل، عايز يبقى اروح المستشفى لطبيب التخدير يملاها لي تاني
وارجع البيت، اروح البيت عادي بس جدا تحت اشراف طبعا حضرتك تحت مثلا او اشراف دكتور طبيب النساء بشكل بالظبط، عام. تحت اشراف طبيب النساء ده في المعالج الطبيعي بقى، اولد ازاي لو في انا مثلا الطبيعي. حامل او اولد في ناس طبيب بتقول لك طبعا انا من دلوقتي غير قيصريه انا عايزه، طب الم؟ الطبيعي عايزه ما احسش بالم اعمل ايه؟ تمام الطبيعي انا ما فيش حاجه اسمها ما احسش بالطلق، عشان الناس برضو ايه تقول لك احسش بالطلق، طب ما هو ازاي، ما هو الطلق ده عشان البيبي ينزل يعني. تمام تمام. فالبيبي اكتر حاجه مؤلمه في الولاده الطبيعي نزله الراس. تمام تمام. طيب انا بحلل لك الموضوع ده، اول ما الراس بتبقى خلاص قريبه بديكي حقنه يعني حاجه يعني بتنامي، تمام، تمام مخدة بيخليكي تنامي، ما بتحسيش بقى بنزول البيبي اصلا، وما بتحسيش كمان لو في توسيع مهبلي او قص او ان هو مثلا الدنيا ضيقه فمحتاجين نوسع عشان البيبي يعدي، والتخيط والخياط كل ده ما بتحسوش خالص. تمام تمام. فده طبعا بيسهل خطوات، دي اصعب خطوات في الولاده الطبيعي تمام يعني نزول الراس طب يا والتوسيع دكتور، المهبلي. احنا اتكلمنا يمكن في المقدمه بتاعتي اتكلمت قلت خرافات خرافات الحمل، صحيح. في حاجات كتيره قوي ممكن اقول لك على حاجه منها، مثلا زي مثلا واحده تاكل البيض المسلوق تمام كده مشكلة. قبل الولاده، ده ايوه. بيعمل ايه وتاثيره ايه اصلا على هو الست الحامل والله انا يعني؟ عندي نفس السؤال يا جماعه، وده تاثيره ايه بجد يعني. يعني تاثيره بص ايه هو فعلا؟ مشكلته في ايه، البيض المسلوق علاقته الناس بالحمل فاكره ان كلي بيض والولاده؟ مسلوق قبل ما تولدي عشان تقويكي كده وتعرفي تطلقي كويس، الكلام ده طبعا للاسف بيعمل مشكله كبيره، انت بيعمل لك عسر هضم ده اولا، فبيخليكي انت ساعه الولاده ما فيكيش حيل اصلا للطلق اللي انت عايزه تطلقيه ده مش بيجي. تمام. حاجه تانية انه انا لو لا قدر الله لا قدر الله وصلنا لتعثر في الولاده، وده ايه عرض ممكن يحصل في البيبي، لف ما لفش كويس، البيبي نازل بوضع مش كويس، دي حاجة غلط جدا يعني الواحد بالظبط ياكل بيض انا بقى مسلوق اضطريت قبل ادخلك الولادة. قيصريه، انا لازم تبقي مش واكله قبلها لمده 6 ساعات عشان ما تتعبيش من التخدير. تمام تمام. فانا دلوقتي يعني ممكن تحصل هدخلك حاجة طارئة أصلا بالظبط من انتي رايحة تولدي للطوارئ، طبيعي فهتولدي قيصرية. بالظبط احولك لقيصريه لظروف طبيه ما تمام طب في حصلت. حاجة تاني برضو، شرب الحلبة مثلا يقول لك لا ما تشربيش حلبة أحسن تسقطي، عشان تسقطي وما صحيح، تشربيش قرفة أحسن والقرف تسقطي، في حاجات كتيرة كده بصي كل حاجه درجة دي كل المشروبات دي فعلا صحتها ايه بقى يعني كل الحاجات دي؟ حاجه درجه بنزود يعني بنزود فيها بتقلب لضدها. شرب تمام مثلا الحلبه والقرفه لو انا زودت فيه هيعمل انقباضات رحميه، بس انا باخد ممكن اخد منه الحاجه الحلوه اللي بيعملها الحلبه، اللي هو بيعمل سيوله في الدم كويسه قوي فيزود نسبه تدفق الدم الحاجات دي ما تأثرش للمشيمه، على الحمل ولا في فقط تاثر ولا في لو انا الكلام ده؟ زودت، لو لو انا انا زودت اخدت بقى لو انا زودت بقى اصلا قالوا لي الحلبه مفيده جدا فاروح سايبالي 10 في اليوم، طب ما انت لو شربتي كل ده هيعمل انقباضات رحميه، ليه؟ لان انا اخدت يعني جرعه مكثفه، لكن لو اخدت منه الحاجه الحلوه اللي هو واحده في اليوم هاخد منه الحاجه طيب هو الحلوه اللي البلح، بيعملها البلح يعني. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم وهزي اليك بجذع بجذع النخله النخله ساقط عليك رطبا جنيا جنيا صدق الله فكلي العظيم، واشربي ده وقري كان عليك. امر الهي من ربنا للسيده صحيح مريم بالظبط بالظبط العذراء. بالظبط. فالبلح بقى يعني عايزين نتكلم عن التمر. البلح فكرته ان انا باكل حاجه مسكره تديني طاقه، يعني هو حتى دايما يقول لك اللي يفضل قبل ما الولاده الطبيعيه اشرب عصير، اكل بلح مش اكتر من كده، لكن مش اكل بيض واكل فرخه عشان اسند نفسي طب مفيش نطلع من الاكل الكلام يا ده. دكتور، طيب نطلع من الاكل وندخل في حاجه تاني، اهو حضرتك اصبتي بكورونا صحيح. تمام، انا عايز اعرف ايه القصه كلها. والله انا ما حكيتهاش قبل كده، انت فاجئتيني يعني. معلش معلش. لا بس ما في الحياه كفاح لازم تقولي لنا انت كافحت ازاي مع كورونا صحيح، بس في يعني الحياه كفايه. لازم تحكي لنا بالتفصيل اللي حصل بص معاكي في كورونا. وقتها انا كنت طبعا انا وزمايلي في المستشفى التخصصي الحمد لله على يعني حضرتك على مستشفى تخصصي بني سويف؟ بني سويف صحيح، فالحمد لله انا وزمايلي كنا على مستوى من الوعي للجائحه العالميه الكورونا، وكنا الحمد لله ملتزمين دايما بالاجراءات الاحترازيه من الماسكات الحمد والجوانتي لله. الحمد لله دايما. طبعا احنا نمطشتنا بتبقى 24 ساعه، احنا قاعدين 24 ساعه. الجيش الابيض طبعا كان ليه دور مهم جدا في كورونا طبعا، واحب اوجه ولغايه لهم يعني دلوقتي. تحيه لزمايلي اللي موجودين في كل مستشفى بيحاربوا هذا الفيروس الشديد في اعراضه جدا، لان انا اصبت بيه وجربته. ربنا يرفع بس الغمه على الامه، اللهم والحمد لله ان امين. هو عدى على خير وسلام، ويرحم شهدائنا من الاطباء.
بس انا اللهم امين. وقتها انا يعني لو انا احنا كمان كنت بنوجه لهم التحية من طبعا خلال برنامج الحياة كفاح النهاردة لكل الجيش الأبيض بالظبط على كل اللي عملوا وكل التضحيات وكل الشهداء اللي راحوا، فاحنا فعلا بنشكرهم وقدمنا لهم التحية النهاردة. طبعا اكيد. منقدمة طبعا لحضرتك يا دكتور ندى. الله يكرمك تسلم. اتفضلي. وانا وقتها يعني بصي انا طبعا كان وقت راحه وكنا خلاص يعني بنستعد، كان وقتها وقت صلاه وراحه، فخلعنا الماسكات والحاجات دي. فجت حاله طبعا النساء طوارئ، احنا قاعدين في المستشفى كطوارئ، تمام. فجت حاله زوجها شايلها ودم نازل من نزيف من يعني بالي كانت ايه حاد حالتها جدا، كانت والده بالظبط؟ في البيت وتعرضت لتسمم حمل وتسمم ولاده بعد اللي هو تسمم النفاس، ان هي بتولد وبعد كده يحصل حاجه اسمها بوست بارتم اللي هو تسمم ما بعد الولاده، فان هي حصل كده النزيف يعني كانت هي جت عندكم الحالة بتنزف. متشيله، اه متشيله تمام. تمام. فانا طبعا يعني انا شفت المنظر، انا ما لحقتش البس حاجه، يعني انا لو انا اديت لنفسي فرصه ان انا البس انسانيا ماسك بقى يعني. انا يعني ما فكرتش في ثواني بصراحه، انا جريت على الحاله بسرعه وللاسف الحاله كانت هتموت، ارستد على يعني قلبها وقف على السرير الكشف، فانا اضطريت اتعامل بسرعه تمام تمام. واعمل لها انعاش قلبي وبسرعه نضيت فأصبتش على، بكورونا. فاصبت للاسف طبعا. هي الحاله بعد ما تعاملت معاها واسعفتها والحمد لله تمام فائت الحمد لله. ودخلت عمليات تستأصل الرحم لان النزيف ما كانش يعني بيقف، فاضطرينا ساعتها نعملها طبعا تحاليل بتتحضر العمليه، فصدمت في التحاليل انها كورونا. تمام. فعرفت ان خلاص يعني ان انا للاسف كده خلاص يعني عشان تعرضت انسانيتك يا دكتوره ندى تعرضتي للكورونا. في كمان جانب انساني تاني كنا بنتكلم فيه جوه، حضرتك قلت لي ما تقوليش على الهوا، بس انا يعني مصممه ان اقوله على الهوا، ان حضرتك بتعملي يوم مجاني في عيادتك اللي غير صح القادرين ان هم مثلا يكشفوا او صحيح. يروحوا لحضرتك. وانا بصراحة يعني ما بحبش فعلا زي ما قلت لك ان انا اتكلم عن الموضوع ده، بس بس احنا لازم يعني نتكلم عليه، يعني الهدف ان مثلا اي دكتور او اي دكتوره في عيادتها دي سنه حسنه. الحمد دكتوره لله ندى مثلا بتعمل يوم مجاني، فممكن الناس يقلدوكي في الخير، تمام. فتاخدي طبعا اتمنى طبعا الثواب على كده طبعا والجزاء طبعا طبعا من ربنا. اتمنى هو يعني هو بيبقى يوم غير محدد، يعني برضو اللي حابين يعرفوا اليوم انا يتابعوا الصفحه الشخصيه ليا وصفحه العياده، في اي وقت طب بعلن ممكن عن تقوليها بعد اليوم اذنك؟ عشان طبعا احنا الصفحه معانا على ارقام التواصل بس موجوده في تمام. البرنامج، لكن برضو الصفحه لو الشخصيه اي مش حد عندنا. لو اي حد يعرف يتصل بارقام التواصل يعرف مواعيد اليوم اللي هو المجاني تمام، ويتواصل مع العيادة في أي وقت يعرف اليوم طب دكتوره ندى، حضرتك دكتوره بسم الله ما شاء الله، بحس ماجستير دلوقتي في القصر القصر العيني. العيني. طيب بتطوري نفسك ازاي؟ يعني انت ما اكتفيتيش مثلا والله تبقى هو دكتوره وخلاص، كونك عايزه ماجستير ودكتوراه. طبعا كونك انك طبيب انت بتفضل يعني بتفضل تذاكر طول عمرك، يعني ما فيش يعني انت حتى لو انت مثلا مطلع دلوقتي على شيء بعد كام سنة الشيء اللي انت مطلع عليه ده دايما بيظهر الاجدد منه والاحدث منه، فلازم تقرا في الابديتس كل شوية وتتابع ايه اللي نزل في الجايد لاينز العالمية الجديدة وتقرا وتشوف ايه اللي نزل في تكنيك العمليات، ايه اللي نزل في تكنيك العمليات وتتفرج على فيديوهات عمليات، فطبعا المتابعة والشغل ما بينتهيش. تمام. انا كنت مبسوطه جدا بحضرتك النهارده وبجد انا استفدت، وارجو من الساده المشاهدين يكونوا استفادوا. بشكرك يا دكتور ندى شاكرة كتير جدا على وجودك معانا، شرفتينا ونورتينا في الحياه كفاح شاكرة النهارده. جدا شاكرة جدا بشكر كل الساده المشاهدين على المتابعه، ويا رب تكونوا استفدتوا النهارده من حلقتنا. ان شاء الله نلقاكم الاثنين الجاي الساعه 12 في حلقه جديده من برنامجكم الحياه كفاح. سلام عليكم.